اللهم بلغنا ليلة القدر لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، انصر فلسطين الشقيقة والصديقة، ارحم أرواحا فارقتنا وتركت لحنين في القلب لا يفارقنا. إذن إخواني أخواتي، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. رمضان الكريم، اللهم بلغنا ليلة القدر لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم بلغنا عيد الفطر، بلغنا عيد الأضحى ونحن في صحة جيدة، وارزقنا من حيث لا نحتسب، وارزقنا الذرية الصالحة، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين، والسعادة لقلوبكم الطيبة. وشكرا جزيلا الشكر إخواني أخواتي داخل الوطن الحبيب وخارج الوطن الحبيب، شكرا الأوفياء، شكرا لمتتبعي القناة الصغيرة المحترمة، شكرا لكم جزيلا الشكر. بدونكم لا نساوي شيء، بدونكم لا نساوي شيء. شكرا لكل من التحق بهذه القناة الصغيرة المحترمة، كل قناتي قناتكم، مرحبا بكم، ألف مرحبا، هذه قناتي قناتكم. نتمنى لكم أن تعجبكم محتوانا، أن يعجبكم وننشر لكم، ونتمنى إن شاء الله لكم دائما السعادة إن شاء الله، وطول العمر ودرية صالحة إن شاء الله. إذن إخواني أخوات من حي البستين، من العاصمة الإسماعيلية للمملكة المغربية مدينة الملوك، المعلمة التاريخية إخواني أخوات، المعلمة التاريخية إخواني أخوات اللي تركها المحسنون والمحسنات، تركها المحسنون والمحسنات، جزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا. ونتمنى لهم إن شاء الله الذرية الصالحة، نتمنى لهم إن شاء الله الجنة مستقرة لهم. اللهم ارحم أرواحا فارقتنا وتركتنا حنينا في القلب ولا يفارقنا. اللهم اجعل الجنة مستقرة وانتم السابقون ونحن اللاحقون. اللهم اصلح أمورنا واهدنا طريق المستقيم، اللهم اصلح أمورنا واهدنا طريق المستقيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، انصر فلسطين الشقيقة والصديقة، أرحم أرواحا فارقتنا وتركتنا حنينا في القلب لا يفارقنا. اللهم ارزقنا الذرية الصالحة، اللهم ارزقنا الذرية الصالحة، اللهم ارزقنا الذرية الصالحة، اللهم ارزقنا الذرية الصالحة، وارزقنا من حيث لا نحتسب. وشكرا جزيلا الشكر إخواني أخواتي داخل الوطن الحبيب وخارج الوطن الحبيب، شكرا لكل من ساهم وساعد في هذه المعلمة التاريخية الدينية، وشكرا لكل من ساعدنا في هذه القناة الصغيرة المحترمة، شكرا لكم، شكرا جزيلا الشكر. رمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي أيضا مرة ثانية إن شاء الله في موضوع آخر، منطقة أخرى، في دردشة أخرى إخواني أخواتي داخل الوطن الحبيب وخارج الوطن الحبيب. السلام عليكم. Yeah.